ضاقت بهم السبل بعد مضايقات ميليشيا الحوثي، فبدأوا إضرابا مفتوحا. محلات الصرافة بمناطق سيطرة الميليشيا خصوصا بالعاصمة صنعاء أغلقوا أبوابهم بعد 4 سنوات من ابتزاز ميليشيا الحوثي واتخاذ إجراءات غير قانونية وفرض نسبة كبيرة من أرباح الصرافين. كما شكى الصرافون من محسوبية الميليشيا في تسهيل تراخيص مزاولة العمل لمن يتبعون الميليشيا على حساب الآخرين. عندما نجد أن هذه الإضراب تم في المناطق اللي تحت سيطرة الحوثيين يدل دلالة واضحة وأكيدة على أنه فعلا العتاوات هي السبب الرئيسي، ما يؤدي الآن إلى اضطراب سعر الدولار والريال السعودي في كل المناطق. بعد تفاقم الممارسات الحوثية دعت وزارة المالية المؤسسات المالية الدولية لاتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة ضد تلاعب الميليشيا بضوابط القطاع المصرفي، فيما تجني قيادة من الميليشيا أموالا كبيرة من السوق السوداء وتلاعبها بأسعار الصرف. كما رفضت الالتزام بضوابط البنك المركزي اليمني الذي تم نقله رسميا إلى عدن. لا بد من اتخاذ إجراءات حازمة من قبل السلطة الشرعية بالتواصل مع الجهات المانحة ومع المؤسسات النقدية الدولية للضغط على الميليشيات الانقلابية لتخفيف الضغط على الصرافين وعلى البنوك التجارية بشكل عام. في المناطق المحررة يمضي القطاع المالي عمله بشكل طبيعي، الأمر الذي يؤكد الفرق بين دولة المؤسسات وبين ميليشيا النهب الحوثية. تعمل محلات الصرافة في المناطق المحررة بشكل طبيعي بعكس مناطق الميليشيا حيث تشهد إضرابا بسبب ابتزاز ومضايقات الميليشيات. بلال صبر الإخبارية، تعز.